السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تداعيات استهداف منشأة بوغيق وخريص النفطية شرق السعودية ومدى صحة الرواية الحوثية بأنها هي من نفذت الهجوم. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط في السعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن. وقال بومبيو في تغريدات له على تويتر أنه لا توجد أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن، مضيفا أن إيران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية، في حين تتظاهر طهران بالقيام بدبلوماسية كاذبة. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت تبني الهجوم الذي نتج عنه توقف عمليات إنتاج النفط بشكل مؤقت بسبب استهداف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو. وبحسب تصريح لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، فإن الانفجارات أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بأكثر من 5 ملايين برميل ونحو 50% من إنتاج الشركة. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما مدى صحة الرواية الحوثية بضرب المنشآت النفطية شرق السعودية؟ وهل يمكن القول إن عدم الحسم في اليمن مكن قوى عدة من ضرب السعودية تحت راية الحوثي؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. وصلنا إلى العمق السعودي، ذاك ما يصرح به الحوثيون عن أنفسهم، وهم يؤكدون أن طائراتهم المسيرة قصفت أهم منشأة نفطية سعودية في أبعد نقطة عن الحدود اليمنية السعودية. لكن ما يقوله الأمريكان شأن مختلف ومناف تماما لقول الحوثيين، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن. بومبيو أكد في تغريدات له على تويتر أنه لا توجد أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن، وأضاف أن طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية، في حين تتظاهر طهران بالقيام بدبلوماسية كاذبة. وحول تداعيات الهجوم الأخير على منشأة النفط في بوغيق، أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان توقف عمليات إنتاج النفط بشكل مؤقت بسبب الاستهداف. وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العمل الذي وصفه بالإرهاب نتج عنه توقف عمليات الإنتاج في معامل بوغيق وخريص بشكل مؤقت، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الانخفاض للعملاء من المخزون. وأوضح أن الانفجارات أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بأكثر من 5 ملايين برميل، أي نحو 50% من إنتاج الشركة، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك. وتقييم الآثار هنا لابد أن يشتمل على تقييم ومراجعة شاملة لحرب السعودية على اليمن وما جنته من موقفها المتخاذل مع الشرعية اليمنية، يقول آخر. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير. سيد عبد الناصر، يعني كيف تتابع الحدث الكبير الذي وقع يوم أمس بقصف منشأتين في السعودية؟ يعني ما مدى صحة الرواية الحوثية بأنها من استهدفت هذه المنشآت؟ أن الحوثيين هم من يقف وراء هذين الهجومين، وكل الدلائل تشير إلى أن الحوثيين هم من ادعوا فقط، بمعنى آخر أنه من قام بهذا الهجوم هي إيران، إما عبر وكلاء لها في العراق أو في مكان آخر أو من عرض البحر أو من إيران. لكن بكل الأحوال الهجوم هو اختراق استراتيجي كبير على السعودية، هو أيضا إظهار بأن السعودية في وضع سياسي وعسكري ضعيف، إضافة إلى أنه أيضا قدرة السعودية على الرد محدودة أو خياراتها محدودة جدا. إن كانت إيران وراء هذا العمل فالسعودية أيضا لن تتخذ قرار بالدخول في حرب مباشرة مع إيران،
وإن كان الحوثيين أيضا ليس لديها من خيارات عسكرية، لأن الأهداف التي ستضربها هي نفس الأهداف التي ضربت من ما يقارب ال5 سنوات، وبالتالي الوضع في غاية الخطورة. أيضا الأمر المهم في هذا الحدث بأنه ضرب أكبر منشأة نفط في العالم وعطل جزء من الإمداد النفطي العالمي، وبالتالي القضية الآن هي في طور التدويل، بمعنى أن هناك أطراف دولية وتحديدا الولايات المتحدة والغرب في دور الدخول في صلب هذه العملية، لكن الجميع خياراتهم محدودة. حتى الولايات المتحدة ليس لديها الرغبة بأن تدخل في حرب كبيرة مع إيران في حال تأكد بأن إيران كانت هي من قام بهذا العمل. في نفس الوقت السكوت على إيران أيضا مشكلة، لهذا الآن الوضع أولا الجميع ينتظر ما ستسفر عنها التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة والسعودية وغيرها من الدول للتأكد من أن هذه الضربات لم تأتي من الحوثيين، ليكون وفقا لذلك الرد الذي أيضا الجميع لا زال في طور التفكير بنوعية هذا الرد. نعم، إذن سيد عبد الناصر تكرم بالبقاء معي، و أرحب الآن بضيفي من المملكة العربية السعودية. سينضم إلينا الخبير العسكري العميد حسن الشهري. سيادة العميد مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. يعني الحدث الكبير الذي حدث يوم أمس باستهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين، يعني كيف تابعتم ما جرى؟ متابعتنا لما جرى انه عمل ارهابي تقوم فيه دوله ارهابيه سواء بنفسها او من خلال مطاياها في اي مكان. نعم. وهو يعكس الواقع البيئه الدوليه، ايضا الاحداث تتسارع مع الاسف دون وجود بادره دوليه لكبح جماح العصابه الحاكمه في ايران. انا اعتقد استهداف قبله المسلمين المملكه العربيه السعوديه يترجم الحقد الكبير من هؤلاء المجوس واذنابهم ومطاياهم في المنطقه تجاه الاسلام والعرب. هذه الأعمال لن تزيد المملكة العربية السعودية إلا قوة وصلابة ولحمة وطنية. أنا أعتقد أنه لدينا الإمكانيات والإرادة، وبعد أن تكتمل شروط التحقيق سيكون للسعودية رد مزلزل بحول الله. هذه وجهة نظري الشخصية. نعم، لكن سيادة العميد، يعني هل يمكن تصديق أن لدى الحوثيين اليوم قدرة على يعني ضرب منشآت سعودية في أقصى الشرق؟ يعني هل يمتلكون تكنولوجيا عسكرية متطورة إلى هذا الحجم بعد 5 سنوات من الحرب؟ لا أعتقد ذلك، لا يمتلكون وليس لديهم القدرة، وإنما هم يرددوا صدى صوت مجوس إيران فيما يملأ عليهم من أقوال لتبني مثل هذه الأعمال وغيرها. حتى في مسائل داخل اليمن عند استهداف أحد القادة في عدن سارع الجميع تبادرت الإصابات الإرهابية جمعة سواء القاعدة وداعش أو الحوثيين لتبني مثل هذه الأعمال، يتبنون الأعمال ليحاولوا أن يظهروا مظهر نصر الإعلامي على الأقل، لا يملكون شروط مثل هذه الأعمال، لا يمتلكها إلا عصابة اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، لكن سيادة العميد، يعني أليس من يعني من المثير للجدل أنه يعني بعد 4 سنوات من الحرب اليوم يعني تتواجه السعوديات أو السعودية عفوا تواجه ضربات في عمق البلد، وهنا هذا شيء غير مألوف وغير معتاد على السعودية منذ السابق، يعني كيف ستواجه هذا الوضع؟ نحن في المملكة العربية السعودية نعاني من إيران، وواجهنا حروب وأزمات وتجاوزناها منذ قيام الثورة في اليمن في 62 وما تلاها في حرب 73، وقبل ذلك عندما حاولت العراق احتلال الكويت في الخمسينات واحتلال صدام وخلافة، والآن نحن في اليمن من أجل شرعية اليمن. المملكة العربية السعودية مستهدفة مع الأسف،
دولة مركزية، دولة لها إرادة ولها قوة، وبالتالي تستهدف. المملكة العربية السعودية ليست جيشها الآن ليس في نزهة، هو يقوم بأعماله، وبالتالي الأعداء يحاولوا، والمملكة تنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى، الأعداء يحاولوا أن يحدثوا نوع من الفرق أو إحداث أو القذف حجر في المياه الراكدة حاليا. أنا أعتقد أنه البيئة ستتغير، سواء البيئة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية في المنطقة. نعم. لكن يعني سيادة العميد، يعني هو في السابق يعني أنت تحدثت أن الخطر العداء تجاه المملكة واضح منذ أن قامت الثورة في إيران، ولكن نحن نتحدث عن تبادل وتراشق اتهامات وحديث عبر وسائل الإعلام يعني منذ السابق، لكن اليوم الحال تغير وبات الوضع يصل إلى استهداف عمق المملكة وأيضا استهداف منشآت حساسة. هنا يعني ما هي الوسائل بيد السعودية لردع ما يحدث؟ لن نتحدث عن الوسائل، فالإرادة والقدرة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. نتحدث ولا نتحدث عن ما حدث حاليا، فنحن لا نعلم، نتكهن في كثير من الوقائع. هناك خبراء سعوديين يقومون بتحليل ما حدث في كيك وفي هجرة خريص، وبالتالي بعد النتائج ستظهر وسيكون الإعلان واضح. ونحن تعودنا والعالم تعود من المملكة العربية السعودية الشفافية والوضوح، والمملكة العربية السعودية عندما تتحدث تكون صادقة، وعندما تضرب تؤلم، لأنه لا بد. وأنا كمواطن نحن نطالب إلى نقل المعركة إلى عمق إيران، بدل أن نحارب أذنابها ومطاياها في الخارج. مع الأسف هناك أيديولوجية أساءت المنطقة، حرفت مسار الرغبة العربية في السلام والأمن والشعوب العربية في الاستقرار، أفسدت وأخلت بكل شروط وتوازن الألفة والسلام في المنطقة. نعم. إذن سيادة العميد تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي السيد عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، أليس يعني هذا الذي يحصل اليوم بالسعودية يعني ناتج عن يعني تأخر حسم المعركة في اليمن وبقاء الحال بهذه الصورة، بالتالي يعني تحول الأمر لاستهداف للمملكة وتصاعد كبير على الحدود معها أيضا؟ يعني بشكل عام العملية هذه نتيجة غير مباشرة وليست نتيجة مباشرة، لأنه إذا ما تأكد بأن الحوثيين لم يكونوا هم، وهذا هو الأرجح، من قام بهذه العملية، فهذا الأمر يعني بأنه ليس هناك من علاقة مباشرة بالوضع في اليمن، وإنما له علاقة بالصراع بين إيران وبين السعودية، بين إيران وبين الغرب وأمريكا تحديدا. لهذا اليمن تظل هي إحدى النقاط الساخنة الملتهبة التي لم يتم حسمها، لم يكن هناك نجاح يعني على العكس من ذلك. خلال الخمس السنوات حدث تراجع، والحوثيين هم من خرج من هذه الجولة حتى الآن منتصرين، أو نقول بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه عشية الحرب. لهذا السبب بالطبع يعني عدم حسم المعركة هو الفشل في إدارة الوضع بشكل عام في اليمن. نعم. يعني ما يحدث الآن في المناطق الجنوبية والفوضى التي حصلت بعد أن قام الانفصاليين بمهاجمة عدن والسيطرة على بعض المناطق، والآن المحاولة لإشراك الانفصاليين في السلطة اليمنية، كل هذه مظاهر من حالة الفوضى في اليمن. نعم. لكن سيد عبد الناصر، إذا يعني نظرنا لهذه الواقعة التي حدثت يوم أمس، يعني هل نتوقع أو نتصور أن تنعكس على مجريات الأحداث في اليمن خلال الفترة القادمة؟
بالطبع يعني يعتمد ايضا على رد الفعل، يعني اذا ما تطورت الامور وحدث هناك مواجهه كبيره بين السعوديه وبين امريكا وامريكا من جهه وايران، فهذا سيغير المناخ العام في المنطقه ويعتمد حينها على نتائج هذه المعارك. اذا حدثت معارك كبيره ستنعكس على الوضع في اليمن. نعرف الحوثيون يتحركون ضمن الأجندة الإيرانية بشكل أو بآخر، صحيح لديهم مشروعهم المحلي ولكن أيضا هم يتناغمون ويتحركون وفقا للأجندة الإيرانية. عندما قام ادعى الحوثيون بأنهم هاجموا محطة ضخ النفط في السعودية، اتضح بأن من قام به هم يعني جماعات في العراق وليس الحوثيون، ولكن ادعاء الحوثيون في ذلك الوقت كان الهدف منه هو الإيحاء بأن أدوات إيران في المنطقة أصبحت فاعلة وقادرة على أن تقوم بأعمال. وأيضا هذه الضرب الأخيرة وادعاء الحوثيين يشير إلى أنهم ينفذون أوامر وأجندة إيرانية بحتة. لهذا السبب أي تغير في الوضع في المنطقة سينعكس بلا شك على الوضع في اليمن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وأرحب الآن بضيفي من إسطنبول التركية، ينضم إلينا المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة. دكتور مساء الخير. مساء الخير أخي العزيز. أهلا بك دكتور. يعني هل لدى ميليشيا الحوثي اليوم القدرة على الوصول إلى أقصى الأراضي السعودية بتلك الدقة التي رأيناها يوم أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، الميليشيات الحوثية لا تمتلك هذه التقنيات وهذه الأسلحة التي يعني تم بها من خلالها قصف بعض المنشآت السعودية وخصوصا في شرق السعودية، أي أنه حوالي 1300 كيلومتر من صنعاء حتى إلى هذه المنطقة. طبعا ما حصل يوم أمس هو اعتداء إيراني، وبالتالي حسب ما نشرت الميدل إيست آي قالت بأن الاعتداء تم عن طريق العراق، أي أنه في الأيام الماضية قام الجيش الإسرائيلي بقصف الحشد الشعبي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. ويوم أمس وجهت إيران يعني ضربة أو وجهت هذه الأسلحة أو هذه الطائرات المسيرة لتستهدف بها المنشآت السعودية كردة فعل على ما قامت به إسرائيل ضد الحشد الشعبي. هذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي. بالنسبة للميليشيات الحوثية هي عبارة عن أداة، ويعني كيف يمكن لنا أن نقول بأن الحركة الحوثية هي من استهدفت هذه المناطق؟ وقد بدأ الناطق العسكري باسم الحركة الحوثية وهو يعني مرتبكا ولا يستطيع حتى قراءة البيان. معنى ذلك نحن نعرف جيدا يعني قدرات الحركة الحوثية ونعرف أتباع الحركة الحوثية ونعرف. لكن دكتور هل يمكن القول اليوم أن أي طرف يمتلك أو لديه حسابات مع السعودية اليوم سيقوم بتصفيتها تحت راية الحوثي مثلا؟ طبعا الحركة الحوثية هي من ضمن الأدوات الإيرانية في المنطقة، وهناك تناغم بين حزب الله والحشد الشعبي والميليشيات الحوثية، والميليشيات الحوثية تنفذ ما يملى عليها من دائرة صنع القرار في إيران. هناك الآن ما يسمى بالتيار اليميني المتطرف والتيار المعتدل. التيار المعتدل يقول بأنه لابد من إجراء حوار في المنطقة في إيران، أقصد لا بد من إجراء حوار سياسي ولا بد من وقف العمليات العسكرية يعني ضد السعودية وفي أيضا في المنطقة بشكل عام. وهناك التيار اليميني المتطرف الذي من خلال رسالته يوم أمس للسعودية يرفض أن يكون هناك لقاء سعودي أو يكون هناك لقاء إيراني أمريكي، أنه بحسب الأنباء تقول بأن هناك سيكون لقاء أمريكي إن صح التعبير، يعني سيكون هناك لقاء أمريكي إيراني في بعد يعني خلال انعقاد الأمم المتحدة أو جلسة الأمم المتحدة في الأيام القادمة. إذا إيران تستخدم هذه الميليشيات يعني توصيل رسائل للمجتمع الدولي، نحن هنا ونحن من نتحكم في المنطقة عسكريا ونستطيع أن نضرب أي هدف عسكري في أي لحظة، وهناك من يقوم بالمهمة.
إذا هذه رسالة إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية وللسعودية بأنه ينبغي أن تفك الحظر عنا وتسمحوا لنا يعني بتفصيل النفط، حتى أنه قال المستشار الخامنائي قبل أيام قال أن نسمح أن يصدر النفط في دول المنطقة وأن يمنع عنا، يعني أننا سنضرب هذه المنشآت إلا إذا سمح لنا بأن نصدر النفط. إذا من قام بهذه العملية هو إيران بالمقام الأول، وتجنية إيرانية سواء كانت عبر ميليشياتها سواء من البحر سواء من البحرين سواء من المنطقة الشرقية سواء من العراق أو من أي منطقة أخرى. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي دكتور. أعود لضيف الخبير العسكري العميد حسن الشهري. سيادة العميد، يعني أليس من الصائب القول اليوم أنه يعني عدم الحسم في اليمن وبقاء الأمر على ما هو عليه حاليا هو من أدخل السعودية في هذه الدوامة التي تعيشها اليوم؟ نحن حققنا نجاحات في اليمن كبيرة جدا، من أخل بشروط ما تحقق وبددوا هم اليمنيين أنفسهم بهذا التشظي وما حدث في عدن كان نتيجة طبيعية لغياب الشرعية على المناطق المحررة وغياب القرار السياسي واختطافه. أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية نعم هي إيران تراها عدو لأنها تعمل على تدمير الأيديولوجية الصفوية هناك ومنعها من التغلغل في الأمة العربية. أصبحت الأمة العربية مع الأسف حديقة خلفية لإيران وصارت تتغنى بأن السيطرة على العراق وسوريا ولبنان وأجزاء من اليمن. من يقف في وجه هذه العصابة مع الأسف هي المملكة العربية السعودية منفردة، حتى العالم العربي لا يلبي شروط هذه المرحلة ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة جزئيا في اليمن، اما البقيه فنسمع تصريحات. اين موقف الجامعه الدول العربيه؟ لماذا لا يتخذ العرب عفوا موقف تجاه ايديولوجيتين تستعدي المنطقه حاليا، الايديولوجيه التركيه والايديولوجيه الايرانيه؟ تركيا تتدخل في سوريا وفي ليبيا وفي اماكن اخرى، تتواجد في قطر بقوه عسكريه عملت على تقسيم الامه العربيه، تحاول تتدخل في اليمن ايضا. ايران عبثت بالمنطقة العربية مع الأسف، هناك أكثر من 300,000 عنصر إرهابي موزع على 3 مناطق عربية في الشام والعراق واليمن من تابعين لها، وبالتالي أنا أعتقد أنه آن الأوان إلى أنه نعيد إيران وهي تدفع بالعالم إلى حافة الهاوية أن ندفعها إلى عمقها في الداخل وأن ننقل المعركة إلى داخلها. نعم. لماذا يجوز لإيران أن تدعم ميليشيات خارج حدودها؟ لماذا لا يتفاعل العرب ويدعموا الأحواز ويستعيدوا دولة عربية اختطفت عام 25 من القرن الماضي؟ لماذا لا يدعموا الأكراد والبلوشيين والأدريين والتركمان وغيرهم؟ نعم. ويدفع المال والسلاح للشعوب الإيرانية لتتحرر وهي داخل سجن كبير. إيران تعادي العالم بشكل كامل، هي رأس حربة الإرهاب وهدم السلم العالمي، وبالتالي أعتقد أنه ستتحول زوايا الطاولة في هذه المرحلة. المملكة العربية السعودية لم تستهدف، استهدف الاقتصاد العالمي. لو لم يكن لدى المملكة بعد عون الله سبحانه وتعالى قدرة في تأمين، لكن سيادة العميد هو مصدر إيرادي، هو مصدر إيرادي رئيسي للمملكة العربية السعودية، ثم أنك تحدثت عن نجاحات في اليمن، يعني كيف نستطيع تسمية هذا أو ما حدث بأنه نجاح يحسب للسعودية وهو في نهاية المطاف بعد 5 أعوام انتقلت المعركة إلى الداخل السعودي وهو أمر غير معتاد على يعني السعودية منذ فترات سابقة؟ ليس كذلك، استهدفت مكة المكرمة من قبل إيران قبل عشرات السنين، و وما يحدث في اليمن أكرر ما يحدث في اليمن هو نتيجة لخلل في البيئة السياسية الأمنية اليمنية والاجتماعية والديمغرافية. اليمن شذر مدر، كل يراها كعكة ويحاول أن يأخذ جزء منها له، ومن استطاع وكون مقدراته خلال 5 سنوات واستطاع الآن أن يحدث فوارق في البيئة، ستعود اليمن إلى وضعها الطبيعي، وإن شاء الله مخرجات حوار جدة سيكون له تأثير العودة والاحتواء ثم الانطلاق نحو الهدف المصيري لليمنيين أنفسهم، وبالتالي ما يبقى هو شأنهم. نجاحاتنا ستستمر والمملكة مستهدفة وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. ليست بقيق ولا شيبة ولا عفيف، أكرم وأجل عند الله ثم عند المسلمين مكة المكرمة التي استهدفها هؤلاء مع الأسف أعداء الدين والعروبة. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر العميد حسن الشهري خبير عسكري سعودي، شكرا لك. أعود لدكتور عادل دشيلة. يعني دكتور، لو أتينا لتبادل الاتهامات والتصريحات ما بين
وزير الخارجية الأمريكي وأيضا نظيره الإيراني، كيف تنظر إليها؟ أخي العزيز، التصريحات الأمريكية والإيرانية منذ حوالي 4 أشهر من الزمن وهم يتبادلون الاتهامات، ولكن في المقابل هذه التصريحات الأمريكية يوم أمس عندما اتهم إيران وقال بأنها يعني تهدد الأمن والاستقرار، هذه ليست وليست اللحظة التصريحات الأمريكية. إذا كانت الأمريكية جادة في أن تؤدب إيران فعليها أن تتحرك عسكريا على الأرض. هذه التصريحات أنا من وجهة نظري الشخصية لن تزيد الطين إلا بلة. نحن حتى الرئيس الأمريكي نفسه كان يقول بأنه سيؤدب إيران وما إلى ذلك. إذن هناك يعني تلاعب بالألفاظ وأيضا بالتصريحات السياسية، ولكن من يدفع الثمن هم أبناء الوطن، هم أبناء الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية وعلى وجه التحديد يعني السعودية واليمن. طيب دكتور عادل، ألا تعتقد أن السعودية اليوم أصبحت مهددة من كل الاتجاهات أكثر من أي وقت مضى؟ بكل تأكيد، لأن المملكة العربية السعودية هي من أوصلت نفسها إلى هذا المستنقع. كان الأولى بالإدارة السعودية أن لا تعادي العرب، أن لا تعادي ثورات الربيع العربي. هي اختلقت لها أعداء يعني وهميين، وفي المقابل تركت العدو الحقيقي يسرح ويمرح في المنطقة. اليوم على الإدارة السعودية أن تفهم جيدا بأن أنها القومي وأنها مهددة، يعني كيان الدولة مهدد، والحكومة السعودية بنفسها مهددة، والأسرة الحاكمة مهددة. أي أن إيران الآن تطمد المملكة العربية السعودية من الشرق والشمال والجنوب، وليس أن المملكة العربية السعودية أي خيار سوى حصل معركة عسكرية في اليمن ومساعدة الحكومة اليمنية لإنهاء التمرد في صنعاء، أو أن تقبل يعني بما سيكون في الأيام القادمة وهو انهيار النظام السعودي بشكل عام، والأيام ستثبت ذلك. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل دشيلة، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من بين أو من زوايا الحدث. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.